يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الحلاوة بالقشطة. مس التماسي يا ورد قاعد على الكراسي. ايه يا شيخ، ايه سماحة الشيخ فاضل، انت حسيت ان احنا قاعدين على الكافيه؟ مش هينفع الكلام ده بقى، يعني اما نطلع انا وانت نتمشى مع بعض في دبي مثلا، ولا نروح انا وانت انجلترا، تعال نروح بريطانيا انا وانت. والله جاي على بالي بعد دبي. طيب انت في البث المباشر، حياك الله سماحة آية الله العظمى العلامة صديقي الشيخ فاضل الفرتوسي. يا هلا يا هلا يا شيخ رامي، بس ايه رأيك يا مساء الحلاوة بالقشطة دي؟ حلوة؟ حلو. حلاوة، تحب الحلاوة بالقشطة ولا القشطة بالحلاوة؟ انا احب البغاشة مشت. والله انت عارف كان في ايه يا شيخ؟ ايه كنت بسأل المعممين دلوقتي واقول ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ يعني ايه هي الفتوحات الإسلامية اللي قدمها الشيعة؟ هو العلوم اللي قدمها الشيعة؟ ايه الأشياء الواضحة البينة اللي قدمها الشيعة؟ والأمر لك، إن أحببت أن تجيب تجيب، إن أحببت أن نروح أنا وأنت دبي بسرعة ونتكلم بقى في الطريق وكده وخلاص، يعني كما تحب. طب ما هي الأشياء اللي قدمها السنة، شو الفرق يعني؟ أقول لك الفرق يا سماحة الشيخ فاضل. أول يعني حاجة، السنة اخترعوا الذرة مثلا. خلينا متفقين يا شيخ، أنت ممكن أنت تخالف في هذا القول، لكن هذا اللي أسس هذه المدرسة الإخبارية، اللي أسست هذه القواعد، يعني يكاد يجمعون على ما أقوله، على أن علي بن أبي طالب جمع المصحف بالتفسير الصحيح والقراءة الصحيحة وعرضه على الصحابة، حتى قال ذلك محمد بكر المجلسي أيضا في البحار. فلما عرضه على الصحابة نظروا فيه، عرضه على الخليفة الأول والثاني، فوجدوا آيات تثبت نفاق الصحابة، ووجدوا آيات تثبت مكانة آل البيت والإمامة، فقالوا له: لا يا علي، لا حاجة لنا في مصحفك هذا، خذه. فأعطوا المصحف لعلي، فقال: إذا تمام. والله لن تروه إلا مع ولد الحجة. فأخذه علي وأعطى للإمام الحسن، والإمام الحسن أعطى للإمام الحسين، والإمام الحسين أعطى للبكر، والبكر أعطى للجواد، والجواد للرضا، والهادي، إلى أن وصل للإمام محمد بن الحسن العسكري، وهو معه الآن. اختلف الأصولية مع الإخبارية، فقالوا: هذا الكلام صحيح، ولكن الذي أخذ هو مصحف، الذي أخذ وهو مع المهدي الآن، هو التفسير والتأويل، وتأويل الآيات وأماكن الآيات الصحيحة، لكن القرآن تمام ليس بمحرف. بعض الأصولية اختلفوا مع المدرسة الكبرى في ذلك، ولكن اتفقوا تمام على أن المصحف الصحيح مع الإمام، والسنة الصحيحة وعلم الأنبياء مع الإمام، أليس كذلك؟ طيب طب ما انت شاطر وعارف كل حاجة يعني. أيوة، خلينا بقى نقطة نقطة بقى. يبقى ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ يبقى ما تقولي زي ما قدم السنة، ها هم السنة قدموا القرآن. القرآن ده اللي معانا، اللي قدمه أهل السنة والجماعة، اللي قدموا سادات هذه الأمة، هو هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. فالقرآن الصحيح قدموه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه، لكن الشيعة لا قدموا قرآن ولا سنة. إما القرآن والسنة فين؟ هيأتي، بس استنى بقى في آخر الزمان. بالله عليك يا شيخ فاضل، الإمام المهدي هيخرج بالمصحف الصحيح في آخر الزمان، هنعمل بيه إيه؟ ده هيبقى قتال يا شيخ فاضل، قتال قتال. مفيش، هنمسك هنعمل إيه بالمصحف الصحيح والعلوم الصحيحة اللي مع الإمام؟ ما يطلعها لنا دلوقتي. اتفضل. طيب تمام، وين السؤال؟ ما فيش سؤال يا شيخ، انا حبيت بس اسلم عليك. السؤال لا، ما هو هذا تصريح منه السؤال. انت بالبداية قلت انه علي بن ابي طالب جمع الكتاب، وبعدين تقول الشيعة ماذا قدم؟ طب ما هذا علي شيعي، هو علي بن ابي طالب. ما هو قدم جمع الكتاب يا شيخ فاضل، والكتاب فين؟ واخفاه واقفزه، وانت قلت لي تعب، ما انت عارف كل حاجه. بس عارف المصيبه فين يا شيخ فاضل؟ المصيبه اللي كثير من الشيعه لا يعلمونها، ان الله سبحانه وتعالى قال في هذا الكتاب في سوره البقره في ربع: ان الصفا والمروه من شعائر الله. الايه اللي بعديها: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
ويلعنوهم اللاعنون. إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليه الإمام كتم المصحف وخلاه مع، والله يبقى أنا لو شيعي وهذا حقيقي، أنا أستغفر الله أستغفر الله من الكلام تنزلا يعني، لو هذا حقيقي أتبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأقول لا لا أريد إمامتك ولا إمامة أحفادك. أنت تجمع القرآن يا أمير المؤمنين وتخفيه عن الأمة والسنة الصحيحة وتخفيه عن الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ألف باب من كل باب ألف باب مليون باب وتخفيه عن الأمة. قدمت لنا إيه بقى غير سكوتك على قصر الدلع وكتمك للدين وسكوتك على اغتصاب الخلافة وسكوتك على اغتصاب الإمامة قدمت لنا ايه؟ وحشى بأبي وأمي رضي الله عنه. حياك ما الله يا شاء شيخ. الله، يعني انت عندك قدرة على الكلام، احسدك عليه قول اللهم بارك يا شيخ، بالله عليك لحسن ده انا تعبان اليومين دول والله. اللهم زد وبارك. انا خايف بس يجيك اللوز. لا الحمد لله شايلها مش موجودة ما تقلقش. احسن، واضح انك شايلها اصلا. الله يشرح صدري وصدرك يا شيخ فاضل، واحنا سعداء بهذه المكالمة. تحب توجه كلمة للسنة والشيعة اللي بيسمعوك؟ لا، بالنهاية دائما أوجه هذه الكلمة، بالنهاية الطرفين بشر، صدق وفي قواسم مشتركة، من هم مثل ما يبين الإعلام إن هم الطرفين بدهم يذبحوا بعض ويخلصوا على بعض، يعني في قواسم مشتركة لو يظهرون جالك بالأفضل. تليفون، جالك اتصال يا سيد يا شيخ فاضل، من وين؟ من وين؟ قولي الحقيقة. لا، ما راح أقول لك، لا لا قول بس، عرفنا من وين؟ يعني من لبنان؟ تونس. تونس؟ أوه لعب البلية لعبت. البلية تلعب. حياك الله يا شيخ فاضل، وإن شاء الله يكون بيننا تواصل. وأنا أقول للجمهور طيب، الشيخ فاضل يعني يعتبر في يعني صداقة بيننا و في تواصل دائم واتصالات، وان شاء الله لعلنا نتقابل قريبا. والشيخ يعني وصل يعني مش عارف اقول ما شاء الله ولا ايه للبحث الخارج. وانت هتوصل مرحلة السطوح امتى يا شيخ فاضل؟ يا سطوح، السطوح من 15 سنة، سطوح والله قبل البحث الخارج. يعني انت دلوقتي في البحث الخارج اه يعني، يا اما شوف لو انت مرجع وبقيت مرجع بقى، انت تعتبر مرجع دلوقتي وانا بقيت الوكيل بتاعك يا شيخ فاضل، واجمع لك الخمس من شيعة مصر ونقسمه انا وانت انا هسيبك بقى عشان المكالمه بتاعت تونس ديت، وان شاء الله يكون ما بيننا مكالمه تانيه. يا حبيبي يا هلا، حياك، شكرا ليك شيخ فاضل. مع السلامة. نرجع عزيزي المشاهد، ماذا قدم الشيعة الاسلام؟ ما في، كما راينا الشيخ فاضل نسال الله ان يشرح صدره وصدره الحق، ويعتبر في مكانه مرجع، في مكانه مرجع، ما قدموا شيء، واعترف ان القران الصحيح اللي جمع مع الامام. ماذا قدموا؟ لم يقدموا للاسلام شيء. طب تعالوا شوفوا بقى الابتلاءات اللي حدثت لهذه الامه بسبب الاثني عشرية، وما فعله اسماعيل الصفوي ونشره لهذه الديانة بالحديد والنار والقتل والتشريد في ايران، وماذا فعل الخميني في كل من خالفه، وماذا فعلوا في اخواننا الان بقى لو نظرنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الاحواز وفي غيرهم، غير طعنهم في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وفي أزواج وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يقدموا للإسلام ولكن آذوا الإسلام والمسلمين. اللهم هد الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. كان معكم المرجع فضيلة الشيخ فاضل الفرتوسي.